طيب رقم تاني اخره 97 بيقول حد يعني حلم بخاتم مكتوب عليه الله الشريف، وفي نفس الاصبع من يدي اليسرى خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، وانا ارمله من 7 سنوات. ابشري. ده ان دل على شيء بيدل على ان في حد يعني هيقف جنبها، حد يعني نعتقد ان هو من حد من منسب، يعني لان الله الشريف دي معناه الشريف دي حد ينتسب الى سلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى كده ان في حد ذو مكانه، حد ممكن يكون شيخ، حد يكون ذو مكانه هيقف جنبها قوي، ممكن يكون يبقى ممكن يبقى زوج كمان. انا مش عايزه ابعد قوي في الكلام بس عشان الناس يعني بس هو حد هيقف جنبها قوي يعني الفتره اللي جايه، والله اعلم. طيب.